السلام عليكم ورحمة الله أعزائي التلاميذ في حصة جديدة من حصص القراءة والكتابة. اليوم سنتعرف على صوت جديد بالتالي حرف جديد. في بداية هذا النشاط أو أنشطة اليوم سنتعرف على كلمات بصرية جديدة. إذن هذه هي كلماتنا لهذا اليوم، نقرأها جماعة. ذلك، تلك، أحب، ألعب، مدرسة، قلم. نعيدها أعزائي التلاميذ. ذلك، تلك، أحب، ألعب، مدرسة، قلم. إذن هذه هي كلماتنا البصرية لهذه الحصة. حاولوا أن تتذكروا كيف تكتب. والآن فلنمر إلى نشاط آخر. لاحظوا معي أعزائي التلاميذ هذه الصويرات الأربع، سأقوم بتسميتها. فاستمعوا. إذن ما هذا؟ هذا سلم. أحسنتم. وما هذه؟ سهام. وبجانبها قوس. ما هذه؟ إنها ياسمين. ياسمين. وأخيرا سرب. سرب من الطيور، إنها تطير جماعة فنقول سرب. إذا نعيد. سلم، سهام، قوس، ياسمين، سرب. نعيدها، أنصتوا جيدا. سلم، سهام، قوس، ياسمين، سرب. إذن أعزائي التلاميذ، ما هو الصوت المشترك بين هذه الكلمات؟ سلم، سرب، ياسمين، سهام. ما هو الصوت يا ترى؟ إنه، أحسنتم أعزائي التلاميذ، هو صوت س. هو صوت س. جيد جدا. إذن صوت هذه الحصة أو صوتنا الجديد هو صوت س. أحسنتم أعزائي التلاميذ. الآن بعد اكتشافنا لهذا الصوت، ما رأيكم في التفكير حتى نقوم بجمع مجموعة من الكلمات جاء فيها صوت س؟ هيا إذن فكروا قليلا. سمك. أحسنتم. ماذا أيضا؟ سحب. جيد جدا. ماذا أيضا أعزائي التلاميذ؟ هيا هيا. سلة. أحسنتم. جيد جدا. ماذا أيضا؟ عسل. جيد جدا أعزائي التلاميذ. هيا هيا. إذن صوت السين. سلك. أحسنتم. إذن هذه مجموعة من الكلمات جاء فيها صوت س. جيد جدا أعزائي التلاميذ. فلنمر إلى نشاط آخر. لاحظوا هذه الصويرات. إذن سنقوم بتسمية اللائحة الأولى، وبعدها سأطلب منكم طلبا. هيا ننصت أولا. سلحفاة. سنام. هذا هو السنام، سنام الجمل. سنام. سنبلة.
محفظة. عرفتم النشاط أليس كذلك؟ ما هو أو ما هي الكلمة الدخيلة؟ ما هي الكلمة الدخيلة؟ أعيد تسمية الكلمات. هيا. سلحفاة، سنام، سنبلة، محفظة. لا بأس في إعادتها. حاولوا أن تستخرجوا الكلمة الدخيلة. سلحفاة، سنام، سنبلة، محفظة. ما هي الكلمة الدخيلة يا ترى؟ إنها، فكروا جيد جدا أعزائي التلاميذ، هي محفظة. لماذا هي دخيلة؟ لماذا؟ جيد، لأنه غاب عنها صوت س. جيد جدا. فلنمر للائحة الأخرى. تفاح، سنجاب، أسد، سمك. نعيدها؟ هيا فلنعدها. تفاح، سنجاب، أسد، سمك. ما هي الكلمة الدخيلة يا ترى؟ عرفتموها، جيد جدا. فإذا هي تفاح، لأنه أيضا غاب عنها صوت س. غاب عنها صوت س. جيد جدا. إذا اليوم تعرفنا على صوتنا، والصوت الجديد صوت س. صوت س. جيد جدا. ما رأيكم أعزائي التلاميذ في نشاط موال نتعرف من خلاله أين يقع صوت الس في الكلمة؟ هيا فلنرى. إذا لاحظوا، سنتعرف ما موقع س في كل كلمة. كلمة أولى سلسلة، سلسلة. أين جاء صوت الس يا ترى؟ لاحظوا، أي في موقعين. أحسنتم. ما هما؟ في بداية الكلمة. جيد. وماذا أيضا؟ في وسطها. أحسنتم. ها هي موقعه الأول، أو موقع الصوت في الأول في البداية، وموقع الصوت في الوسط سلسلة، وتكتب هكذا سلسلة، سلسلة. جيد جدا. الآن فلنمر إلى الكلمة الموالية. إنها سلحفاة، سلحفاة. إذن أين جاء صوت الس؟ في بداية الكلمة. أحسنتم. هنا. إذن جاء في بداية الكلمة ويكتب هكذا سلحفاة، سو. جيد جدا أعزائي التلاميذ. فلنمر إلى الصورة الموالية. إنه سنام، سنام. إذن جاء في البداية. أحسنتم. جيد جدا أعزائي. ويكتب هكذا سنام، س، سنام. والصورة الأخيرة هي سنبلة، سنبلة. أين جاء صوت س؟ في بداية الكلمة. أحسنتم. جيد جدا. إذن جاء في البداية ويكتب هكذا، لاحظوا، سنبلة، سو. جيد جدا أعزائي التلاميذ. هذا عسل. أحسنتم. أين جاء صوت الس؟ جاء في وسط الكلمة. جيد جدا. هنا. إذن ويكتب هكذا عسل، س، في وسط الكلمة. الموالية إنه سنجاب، سنجاب. وأين جاء صوت الس؟ في بداية الكلمة. أحسنتم أعزائي التلاميذ. جيد جدا. يكتب هكذا سنجاب، سي. ها هي سي. يليه إنه أسد، إنه أسد. أين جاء صوت الس؟
في وسط الكلمة. أحسنتم، جيد جدا. لاحظوا يكتب هكذا: أسد. س. جيد جدا. وأخيرا ماذا لدينا؟ سمك. سمك. أين جاء صوت س؟ في بداية الكلمة. أحسنتم أعزائي التلاميذ، جيد جدا. يكتب هكذا: س ما كون. س. إذن هنا قد تعرفنا على كلمات جاء فيها صوت س، حرف السين. إذن إذن في بداية الكلمة، في وسط الكلمة يكتب حرف السين، وكذلك سنتعرف عليه في آخر الكلمة. هنا سلسلة، نعيد: سلسلة. سلحفاة، نعيد: سلحفاة. جيد. نقرأها: سنام، نعيد: سنام. يليه: سنبلة، سنبلة. عسل، عسل. سنجاب، سنجاب. أسد، أسد. سمك، سمك. إذن هذه هي الكلمات التي بحثنا فيها وفتشنا فيها عن حرف السين. إذن ما رأيكم أعزائي التلاميذ الآن بعدما فتشنا أن ننشد نشيد الحرف؟ هيا فلننشد الآن نشيد حرف السين معا. فتش فتش في الكلمة وابحث عني أين أنا. فتش فتش في الكلمة وابحث عني أين أنا. هل في الأول أم في الآخر أم في أوسطها أنا. هل في الأول أم في الآخر أم في أوسطها أنا. فتش فتش في الكلمة وابحث عني أين أنا. فتش فتش في الكلمة وابحث عني أين أنا. في أولها سرب سمك، في أوسطها لسع عسل، في آخرها كأس فأس. هل عرفتني من أنا؟ هل عرفتني من أنا؟ ما رأيكم في عادة النشيد معا؟ نعيده؟ هيا إذن فلنعيد. فتش فتش في الكلمة وابحث عني أين أنا. فتش فتش في الكلمة وابحث عني أين أنا. هل في الأول أم في الآخر أم في أوسطها أنا. هل في الأول أم في الآخر أم في أوسطها أنا. فتش فتش في الكلمة وابحث عني أين أنا. فتش فتش في الكلمة وابحث عني أين أنا. في أولها سرب سمك، في أوسطها لسع عسل، في آخرها كأس فأس. هل عرفتني من أنا؟ هل عرفتني من أنا؟ إذن أعزائي التلاميذ أكيد عرفناه من هو، إنه حرف السين. جيد جدا. الآن أعزائي التلاميذ فلنمر إلى نشاط موال. لاحظوا معي، سنتعرف كيف يكتب حرف السين في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. إذن حرف السين حينما نكتب في بداية الكلمة معناها في أول الكلمة يكتب هكذا متصلا، سين متصل هكذا، يجب أن يتصل بحرف موال أو مثل كلمة سكب. سكب، لاحظوا السين في بداية الكلمة جاء متصلا، يجب أن يتصل بحرف موال. إذن
حرف السين في أول الكلمة دائما يكتب متصلا متصلا. نمر إلى كيف يكتب في وسط الكلمة. حرف السين في وسط الكلمة يكتب متصلا بحرف يسبقه وبحرف يتبعه. إذن هذه الحالة الأولى، مثل كلمة عسل جاء متصلا في البداية وفي النهاية، معناها جاء متصلا بحرف سبقه وجاء متصلا بحرف سيليه لأنه جاء في الوسط. وكذلك حرف السين قد يأتي في وسط الكلمة معزولا ولكنه متصلا بحرف سيليه، معزولا في البداية هنا ولكنه سيتصل بحرف سيليه، مثل كلمة أسد أسد. نمر أعزائي التلاميذ إلى كيف يكتب حرف السين في آخر الكلمة. إذن حرف السين في آخر الكلمة يكتب إما معزولا مثل كلمة لباس، هنا السين جاء معزولا، أو قد يأتي في آخر الكلمة وهو متصل بحرف سبقه مثل كلمة شمس. لاحظوا السين جاء في آخر الكلمة لكنه جاء متصلا بحرف سبقه. إذن أعزائي التلاميذ، حرف السين يكتب في بداية الكلمة معزولا هنا من البداية لكنه يتصل بحرف يليه لأنه هو الأول في الكلمة. حرف السين في وسط الكلمة إما متصلا أو معزولا ليتصل بحرف يليه، وحرف السين في آخر الكلمة يأتي معزولا أو في آخر الكلمة متصلا بحرف قبله. هذه هي كتابات حرف السين أعزائي التلاميذ. أمر وإياكم إلى قراءة حرف السين بالحركات القصيرة، فتحة ضمة كسرة. هيا إذن نبدأ بالفتحة. س س سامع عسل سامع سامع غسل غسل. إذن هذه هي أو هذا هو حرف السين بالفتحة س. نمر إلى السين بالضمة سو سعاد سكر سعاد سكر. إذن هذا حرف السين بالضمة سو. وأخيرا السين بالكسرة سي سروال سباق سي. نعيد الكلمات أعزائي التلاميذ، هيا إذن س سامع غسل سامع غسل سو سعاد سكر سعاد سكر. وأخيرا سي سروال سباق سروال سباق. هذه هي كلماتنا لهذه الحصة في قراءة حرف السين بالحركات الثلاث س سو سي. هيا إذن فلنمر لنشاط التقطيع. الآن سنقوم بتقطيع كلمات. الكلمة الأولى س سطحن، فلنقطع أعزائي التلاميذ، هيا ابدأوا معي. سطحن، هيا سطحن، كم جاء فيها؟ سطحن، إذن جاء فيها أحسنتم مقطعان، جاء فيها مقطعان سطحن، جيد جدا. الكلمة الموالية
سو سطور سطور، فلنقم بالتقطيع سو طوران. إذن كم من مقطعين؟ ثلاثة، أحسنتم، جيد جدا. إذن هي ثلاث مقاطع. نمر الكلمة الأخيرة سي سباق، فلنقطع سي با قن. إذن كم من مقطع أعزائي التلاميذ؟ هي ثلاث، سي با قن، ثلاث مقاطع. الآن هكذا نكون قد أنهينا هذا التمرين. بعدها أعزائي التلاميذ لاحظوا معي، فلنبحث عن المقاطع المكونة لكلمة ما هذا؟ سرير، جيد جدا. إذن فلنبحث عن مقاطع هذه الكلمة، أين هي بين هذه المقاطع؟ إذن هي، أحسنتم، جيد جدا. س ماذا أيضا؟ ري ماذا أيضا أعزائي؟ رون، أين هي؟ هنا، جيد جدا. إذن هي سرير، جيد جدا أعزائي التلاميذ، هكذا تكتب سرير، جيد جدا. نمر إلى كلمة أخرى، نبحث، رأينا هذه الصورة، ما هي؟ سر بون، سر بون. إذن مقطعان سر بون، فلنبحث عن هذه أو هذان المقطعان. سر أين هو؟ أين هو؟ هنا، جيد جدا، أحسنتم. والمقطع الثاني هو بون، أين هو بون؟ هل سيكون متصلا أم سيكون معزولا؟ سيكون معزولا، أحسنتم، جيد جدا. سر بون، إذن هكذا سيكتب سر بون، جيد جدا أعزائي التلاميذ، وهكذا ستكتب الكلمة سر بون، جيد جدا أعزائي. نكون قد أنهينا هذا النشاط ونمر الآن إلى الكتابة. هيا فلنتعرف كيف سنكتب حرف السين. إذن السين أعزائي التلاميذ يكتب معزولا أو متصلا بحرف بعده، أو متصلا بحرفين يسبقه ويليه، ثم سنقوم بكتابة الكلمة. أولا نكتب النموذج الأول، لاحظوا. إذن هكذا يكتب حرف السين، في ساقية أولى نكتب أسنان السين، وفي الساقية السفلى نقوم بكتابة قوس ننزل ثم نصعد إلى الساقية الأولى. إذن هكذا نكتب السين، ساقية نكتب الأولى العلوية نكتب فيها أسنان السين، ونعود إلى الأسفل بقوسين في الساقية السفلى ثم نصعد للأعلى سو. إذا لاحظتم كيف كتب النموذج، نمر إلى الثاني سي. إذن حينما يكون متصلا يكتب فقط على الساقية الأولى أعلى السطر، لاحظتم، بخط أفقي سي سي سي. الآن السين متصل بحرفان، أحد يسبقه وآخر يليه، نفس الشيء نقوم بتمديد الحرف حتى نقوم بكتابة السين، أسنانه على الساقية الأولى ونمدد لنصله بالحرف الذي سيليه س س س. وأخيرا أعزائي التلاميذ ستقومون بكتابة كلمة رسم، رسم، لاحظوا النموذج، جيد جدا. إذن تكتبون مثل ما يظهر على الشاشة. نمر إلى النقل، لاحظوا معي جملة لبس سعد سلهاما، ستقومون بإعادة كتابتها على السطر الذي يليه مثل ما ظهر في الشاشة. لبس سعد سلهاما، لاحظوا السين في آخر الكلمة متصل، في بداية الكلمة أكيد سيتصل، وفي بداية الكلمة أكيد سيتصل، في ساقية ساقية ساقية. نمر الآن أعزائي التلاميذ إلى حصة الإملاء، لاحظوا معي سلم، حاولوا أن تتذكروا جيدا هذه الكلمات أعزائي التلاميذ، لأننا سنقوم بإملائها فيما بعد. هيا فلنتدرب.
سلم سهام سمك. نعيدها، سلم سهام سمك. تدربوا أعزائي التلاميذ في لحظات على كتابة هذه الكلمات على الألواح، وأكيد فليساعدكم أحد أفراد العائلة. سلم سهام سمك. الآن سأقوم بإملاء هذه الكلمات، مستعدون؟ هيا إذن نخفيها وننتظر. نبدأ أعزائي، اكتبوا سلم سلم. أنهيتم؟ جيد جدا. فلنرى، قارنوا ما كتبتم بما سيظهر هنا. سلم. إذن سلم. كلمة أخرى، سهام سهام. الكلمة الأخرى، سهام سهام. إذن كتبتم؟ قارنوا الآن. ها هي ذي سهام سهام. فلنكتب الآن كلمة سمك سمك. أنهيتم؟ فلنقارن. إذن هكذا تكتب سمك. سلم سهام سمك. الآن أنهينا حصة الإملاء يا أعزائي التلاميذ، ونكون أيضا قد أنهينا حصة اليوم من الكتابة والقراءة لحرف السين. على أمل اللقاء بكم أعزائي في الحصة المقبلة حتى نتمم دراسة هذا الحرف بالمدود والتنوين. السلام عليكم.